السلام عليكم البنات، اليوم غنوريكم فيديو جديد في الطرز الرباطي. توب ديال المقرى وبس مخدوم بالصم على بركة الله. عندنا ان شاء الله هاد الرشمة كيف كتشوفو هنا. اصلا انا بديتها مع القفطان طويل تبارك الله وفيه الخدمة، بديتها من فوق حتى لتحت وكنحتاج هاد الرشمة. ان شاء الله في فيديو اخر غنوريكم كيفاش نرشم، الطريقه ديالي انا كيفاش كنرشم على المبره. بالنسبه لي هاد الرشمه مع طويله وكبيره ما تنرشمهاش هكا كلها، فتنقسم النص بالنص، يعني ترشم هاد النص وتنعاود عليه شويه بالستيلو باش يبقى باين ليا ما يتمحاش مع الخدمه ومع سميتو، وكنعاود نرشم الثاني هكا حتى كنكملها. المهم كنحتاجو ان شاء الله هاد الصم، هاد النوعيه، هاد النوعيه مزيانه ممتازه ما كتقطعش وما كيكحاش. كاين النوع الاخر ديك الجراره الاخرى كيكون صفر بزاف، هذاك ماشي النوعيه الممتازه، دغيا كيصفر كتقيسو الماء ولا هكا الريحه ولا شي حاجه كيصفر. هادي الكاليتي المزيانه. كنحتاجو الشمع، هاد الشمع ضروري بالنسبه ليا انا باش كان باش تيتجمع ليا الخيط، لقاش كيف كتشوفون الخيط والصم اصلا صعيب في الخدمه، كيبقاو الخيوطه كيتفرقوا على بعضياتهم. شتي كيف ندير الشمع، كنعاود عليها هكا بيدي صافي كيتجمع لينا الخيط وكنخدموا به. والمقص ضروري على بركة الله. غنوريكم كيفاش خدمت هذا. انا عندي هنا الكمام، غادي نخدمو ان شاء الله هاد الزواق. انا بديت وحدة هنا والبرا من طبيعة الحال نمرة خمسة هي اللي كنخدمو بها الطرز الرباطي. غير هو ضروري تنمشيو معاه بشويه لحقاش التوب ديال المقبره ماشي هو المليفه، ماشي هو شي توب اخر، ضروري كيتقطع. نمشيو دقه دقه هي كتبان هكا مخدومه بسيطه، ماشي بالنسبه لي انا ما رشمتهاش كلها، هاد العراش ما رشمتهمش كلهم فعرفت كيفاش خاصني نمشي عليهم، ما يحتاجش نبقى رشم كل عرش بوحدو. كيف قلت لكم ما نجبدوش دغيا كتمازى هاد الثوب، واخا كتكون الكاليتي مزيانه وانما المليفه دغيا لحقاش ملي تنحيدو المرمى تلقاو هاك الثوب كله تجمع فكيضيع علينا فيها العبار وداكشي، الاحسن كنمشيو معاها بشويه بشويه. نسمرو بهاد الطريقه ديما ملي كنساليو هادي كنخليو واحد شويه غير شويه اتساع بين بيناتهم باش كتعطينا هذاك الشكل ديالها. ان شاء الله هاد الفيديو مازال طويل، مازال ما كملتوش، نديرو معكم ان شاء الله في ديالكم الجزء الثاني كيفاش غنبتو بالعقيق ونوريكم الديكور ديالو كيفاش طلع الشكل النهائي ديالو كيفاش غيطلع ان شاء الله. طريقه بسيطه، غير هو ضروري ضروري يعني واحد الخيط ما تيخرج على المجموعه، ضروري ما تنجر غير بشويه
نتبعو غير بشويه باش نمشيو مع بعض الطريقه حتى نكملو. شفتو كيفاش جات؟ قلت لكم ان شاء الله في الفيديو الاخر غنوريكم كيفاش غنعمر هنا بدوك العقده الفرنسيه، ونوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنخدمها. دابا غنوريكم كيفاش غنخدموا هذا الطول ان شاء الله. كيشو البنات انا بديت هنا، يعني هذه سهله، كنمشيو كنتبعوا غير الرشمه، كنتبعوا غير الخط ديال الرشمه. مازال هذه شويه كتبغي الخدمه، كان خاصني نوريكم كيفاش كنخدمها. اما هذه كنمشيو مع ما كنفوتوش هذاك لاطراس اللي عندنا ديال الخيط ديال الرشمه، وعاد راه ضروري ما كنعاودوا عليه شويه بالستيلو كيف كتشوفوا هنا باش كتبان لكم، باش ما كتسمحاش لينا بقاش مع الخدمه وهذا سميتو دغيا كيتمسح لينا. غنكمل معكم بهذه الطريقه كتشوفوا هي بسيطه، وكي قلت لكم ان شاء الله في فيديو اخر غنوريكم كيفاش غنخدم هنا العقده الفرنسيه وكيفاش غنركب ليه العقيق ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وإلا عجبتكم الخدمه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.